برعاية مدير عام مديرية صيرة، نظم معهد جميل غانم للفنون الجميلة العرض المسرحي الفكاهي مدرسة الجميلة. نحب أن نهني كل المعلمين الموجودين في الجمهورية، ومسرحيتنا تناقش موضوع الشمة والمنتشر الآن في البلاد يعني، وخاصة بين الطلبة والشباب، ونحن نعالجها بطريقة كوميدية درامية، ونضع إن شاء الله إذا كان في إمكانية بنضع الحلول، بس حلول ما هي شدة، إنما نحن نطرح الموضوع، نطرح المشكلة، نطرح القضية. العرض المسرحي التوعوي الفكاهي جاء بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف 10 سبتمبر، والذي نظمه معهد جميل غانم من تأليف وإخراج أبو بكر المرناح، والذي حرص على إقامة فعالية العرض المسرحي ليحث الطلاب على الالتزام بالدراسة ومواصلتهم للعلم. فاجأ نحن المخرج الأستاذ أبو بكر المرناح بالعمل هذا، عمل بمناسبة يوم العلم الذي فقدناه، الذي له كان تأثير نفسي كبير لنا. العمل المسرحي يحمل عدة رسائل، أهمها أهمية التعليم وأهمية المدرسة ودورها في بناء الشخصية والنشء والشباب. استنتج من المسرحية واقعنا، أنه عيالنا يعني هذا اللي حاصل في الان في الوقت الحاصل فعلا، يعني عيالنا بداوا ينحرفوا حاجات كثيره، بداوا يروحوا اماكن لانه ما فيش اللي يوعيهم، ما فيش اللي يرشدهم الطريق الصواب. اوكي، ف يعني اغلب الاولاد تلاقيهم يقول لك يلا بنروح بنصير بنعمل مش عارف ايش، فبس في النهايه هذا عدم اهتمام من الدوله نفسها، من الشباب نفسه، انه يعني كطالب يشتي من يوجهه، يشتي من يرشده، اي واحد شيء يلعب يشتي هو شباب. المسرحيه لاقت استحسان الحاضرين، والتي ناقشت العديد من القضايا الهامة للطلاب، منها ظواهر تناول المخدرات ودور المدرسة والأسرة تجاه أبنائها الطلبة. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق، عدن.